إذن وصلنا وياكم لفقرة جميلة جدا اللي هي تنعاد علينا الصبح للريوقات الجميلة والحلويات وهالأمور والغداء، لأنه تقريبا إحنا بالبيت العراقي يعني أهم شيء تقريبا بالبيت الناس تعمل وتشتغل على مود تجيب لها الأطايب وحتى يأكلون. صح. فيا ملك الأطايب شو حضر النغدة؟ اليوم عندي الروبيان جامبو المقرمش راح أشتغله، وهشتغل على صوص التارتار اللي ينزل دائما ويا الأسماك ويا البحر ويا السيفود دائما. تارتار صوص. يلا. منو كان المطبخ بس للمرأة اليوم؟ لا اليوم الرجل. أنا أعطيك دليل، يعني أولا أنت هنا تسوي لنا أشكال ألوان طيب. ثانيا من يروحون حتى النساء من يروحون للمطاعم، منو اللي يطبخ أغلب المطاعم؟ رجال موجودين رجال. بس إحنا ما ننكر وجودهم إلا فد نكهة خاصة بالعمل. على فكرة الرجال يمكن اللي يحبون مجال الطبخ ممكن يتابعون هاي الفقرات الجميلة والحلوة. قد يكون مشروع لكم حتى انتم تستفادوا منه، على باب الله تفتح لك في المطعم صغير اكيد مع الشيف المعلم يعني. يا رب يخليك طول عمرك. شكرا. شو تقول؟ فكرة حلوة صح؟ فكرة حلوة. إرادة هواية تركيز لها، إرادة اهتمام اللي ما وصلنا له ما وصلنا له بليلة ويوم، تعب سنين هواية، والحد هسه احنا نقرأ ونشوف فيديوهات. هو لازم اللي يريد شيء لازم يتعب يلا يحصل يعني. بالضبط. بعد سمي بسم الله. طبعا روبيان الجامبو اليوم اللي عندي وكل ما موجود عندي من اغراض هو برعايه مركز وفر للتسوق. روبيان الجامبو بالتاكيد انه من فاو بصرتنا الحبيبه وفر على طول. وفر كل شيء. وفر كل شيء. وفر بالضبط. انه عندنا الروبيان، عندنا كل البحري، كل انواع الاسماك موجودة عندنا بالتأكيد. اليوم راح نستخدم قرمشة الزنجر أو الكنتاكي. هاي خوش بشارة أقول لك خير. قرمشة الزنجر أو الكنتاكي راح نشتغل بيها. راح تكون كلش طيبة ويا الروبيان، يعني ما بيها مشكلة إنه إذا استخدمناها راح تكون كلش طيبة. لكن موضوع مهم إنه هو تنظيف الروبيان اليوم عندي، وإزالة خط الرمل أو إزالة اللي موجود. هو يسموه خط الرمل لكن هو بدايته هيك شيء ونهايته تكون عفوا الأمعاء، فضروري كلش انه احنا انه دائما نزيل هالشيء بالشكل هذا، انه اني اسحب الخط اللي موجود عندي هنا وابدي اقشر. انا اريد الذيل كشكل عندي يكون حلو. هذا قبل يتقشر يعني؟ لو اول مره اكو فت خطوات يعني. انا دائما من لا بدون سلك. انا لما اشتغل بيه احب اضيف له شويه خل التفاح دائما كبحري. اي الخل التفاح يوخر لي شويه الريحه الموجوده بيه او كزفره موجوده بيه، كلش مهمه اعتبر ويا الاضافه اللي خل التفاح. يعني هسه انا حاليا ضايف له خل التفاح. يعني هاي قبل ما تبلش بعملية التنظيف والتقشير. بالضبط. أخيرا خل التفاح. إيش قد تبقي فترة يعني؟ يعني شي نص ساعة. نص ساعة. تخمر إحنا. بالضبط. الروبيان ما يتحمل هواية خل وياه يكون. هذا الروبيان. أكو هنا فد فتحة بين الـ يعني. مثل الفقرات. الغلاف بالضبط أو الفقرات. إنه أني مجرد هنا أو هنا. بهدوء شوية. راح يطلع عندي الخط اللي موجود هنا اللي هو برمل كذلك وبالفضلات. هاي كل خط موجود لو بس مكان واحد؟ لا لا، هذا موجود الخط يبدي من هنا ينتهي لهنا، احنا نحاول نسحبه واللي يبقى هم النفط. يعني بس هذا طلع مثل الخيط صغير. بالضبط. هذا هو خط الفضلات اللي موجود بالامعاء. نعرف انه الامعاء والفضلات اللي بيها ممكن تسبب لنا هوايه مشاكل. اوكي. اها الشكل هذا. زين انا بهاي الفرصه يعني راح ابقيك تشتغل وحدك حتى تجهز لي الاكل. على عيني وراسي. الله يسلم عينك وراسك. يا ربي يخليك. يلا هاي لك الجو للمشاهدين الكرام. شكرا جزيلا. اللي موجود عندي هو خط الرمل نظفناه هنا. اكو مرات ما راح يتنظف عندي بشكل صحيح. السكين وامشي بهالشكل هذا. على وياي ركز لي. هذا الخط لازم يتنظف عندي، من الضروري جدا انه هذا الخط يتنظف عندي الى النهايه. الحد النهايه موجود عندي الشكل هذا. ابدي انظفه كذلك
بالشكل هذا انه اني انظف هذا كله، لازم يتنظف عندي، ما اتهاون به نهائيا. كذلك المره الثانيه بالشكل هذا، ابدي بالشكل هذا ازيل اللي موجود عندي من بقايا الامعاء مالته او خط الرمل او الفضلات بهالشكل هذا. نرجع مره ثانيه، ممكن استخدم عود الاسنان اذا ما عندكم. طلع عندي الخط اللي موجود عندي هنا، ازيله وبعدين ابدي اقشر بالروبيان، احتفظ بالزعنفه الاخيره راح تكون عندي في الشكل كلش حلو لما راح نشتغل عليه. هذا اللي موجود عندي. نرجع نفس اللي سويناه بالبدايه على شكل طولي، الشكل هذا ابدي انظف كل ما موجود عندي من احشاء موجوده به او امعاء او فضلات الامعاء عفوا. لكن النوبات يقولون انه هذا ما يصير، انه لا، لازم تشوفون شلون تنظفون، لازم تعرفون شلون تاكلوه بشكل صحيح. السي فود مو شقه، السي فود سوى مشاكل هوايه. الشكل هذا ارجع هذا الفاصل هنا، اطلع الخط الرمل اللي يكون رفيع كلش، يطلع عندي بهالشكل هذا، الشكل هذا انه اني ازيله، ابدي اقشر. قلت لكم نترك الزعنفه الاخيره راح تكون طيبه، ونبدي نفس ما بدينا بالبدايه الشكل هذا. ازيل كل ما موجود عندي. القطعه الاخيره الشكل هذا موجود عندي، نفس العمل اللي سويناه قبل شويه. الشكل هذا الشكل هذا اللي موجود عندي، الشكل هذا ازيلهم كلهم. ما اكتفي انه زلت اللي موجود عندي من فضلات، لا، نظفت اللي موجود عندي. السكينة حاليا انسى اشتغل بها الا بعد ما ارجع اعقمها. ضروري جدا انه اني اغسله اللي موجود عندي واضيف له الملح. الملح راح يكون مو للطعام، لان راح اغسله وما راح يبقى شيء من الملح، لكن الملح اعتبره من المواد المطهره، يعقم ما موجود عندي. الشكل هذا انه انا خليت له مي شويه خل ابيض، حرصا على انه اي شيء موجود عندي ممكن يسبب لي مشاكل. ايضا حامض الخليق، الخل الابيض اللي موجود عندي راح ينظف لي كل ما موجود لو كان عندي شوائب. صار عندي مواد وقع منها من الروبيان، تعقم الميز اللي عندي. السي فود كلش نحس بهالمواضيع، سبب تسمم قوي، سبب لي مشاكل. لازم اني اكون حريص من هالناحيه. تأكيد. اوكي، اريد المقادير نشتغل عليها، وبالتاكيد قرمشه الزنقر نفسها بالضبط راح نشتغل عليها، كلش طيبه راح تكون وياه. ناخذ المقادير اللي موجوده عندي بالجو. قرمشه الزنقر مكوناتها الطحين 1 كيلوغرام، طحين الذره والنشا والبيكي، الغوا الطحين لان عندنا احنا محضرين، ابدوا لي من طحين الذره لحد الكزبره. عندي العرق حاره والزنجبيل، الاوريجانو كذلك موجود، الفلفل الابيض والماجي والملح الصيني،
اللي قلنا هو احاد جلوميتات الصوديوم او مقوي النكهات معزز النكهات. البصل المطحون والثوم المطحون والكمون والهيل المطحون بالاوزان هاي تقدرون تستخدموها لكل شيء تشتغلون به، بس تفصلون بالنسبه للاسماك عن الدجاج اللي تشتغلون به. اي بالضبط. راح يكون عندي ناخذ التكمله اللي وياها اكيد. التكمله اللي موجوده للقرمشه. هذا اللي موجود عندي من المقادير، راح نشتغل على الروبيان المقلي. الروبيان جامبو راح يكون عندي، الطحين 500 جرام، الشوفان 100 جرام، خل التفاح نصف كوب اللي كنا خاليه، وزيت القلي. تارتار صوص اللي راح نشتغل به اللي هو ينزل دائما ويا البحري، الثوابت العالميه، اللي هو المايو 4 ملاعق طعام، الخردل او الماستر صوص او الماسترد نصف ملعقه طعام، الثوم المشوي المخلل والخيار المخلل والكابرز وعصره الليمون. هذا اللي موجود عندي. نرجع على موضوع القرمشة اللي سولفنا عنه المرة الماضية. خلاص هسه تقريبا تنظف. ما اكتفي انه اني خلص المي. اريد اخليه بالمصفي اللي عندي. خليت ملح، خليت خل، كانوا مطهرين. ليش؟ راح اشوفكم ليش. شوفوا هنا كل الشوائب والاوساخ وين وقعت عندي؟ بالكاسه نفسها، فاني لازم اتخلص من اللي كان بي اللي يظل وياه. الشكل هذا انه اغسلهم واتخلص من ما موجود عندي من اي اضافات. اتركهم شويه يصفون وابدي اشتغل بيهم على القرمشه. ما موجود عندي قلت لكم موضوع البيض، ما بيض تنسوه، مي بارد. المي البارد اللي موجود عندي راح نشتغل به. ماكو بيض، موضوع القرمشه، موضوع الدوس تنسوه. دعك. راح اقول لكم شبهتها سابقا وراح اعيد تشبيهها. طحين بايدي ويا شويه مي. من اسوي هيش راح تطلع عندي رولات من الطحين والمي. هذه الروله ما اريد اخسرها بالدوس، هاي راح تطلع، انطيها طحين مرت الاخوه هي رطبه، راح توقف بشكل انه راح تطلع لي القرمشه اللي اريدها. بالاضافه المساعد بالقرمشه عندي شنو؟ عندي الشوفان. الشوفان راح يكون هم كلش طيب ومساعد بالقرمشه الي. فوائد الروبيان يا ريت ناخذها. شكرا، شكرا زميل المخرج. فوائد الروبيان اللي موجودة عندنا، الحفاظ على القلب والأوعية الدموية، كل هذا الموجود اللي عندي، بالتأكيد حتى بالحمية، من يكون عندي الحمية اللي أشتغل عليها تحسين مختلف وظائف الأجزاء الحيوية في الجسم، مضاد للسموم، مهم لنمو الأطفال بالتأكيد، يشتغل عندنا حتى على اللثة وعلى الفم، يشتغل عندي كذلك على الرجيم أو الدايت اللي أشتغل عليه، جدا مفيد. الروبيان كله بصورة عامة. اوكي. غسلت اني وغسلت الكاسة اللي عندي. تتبيلات حلوة وسهلة وما بيها دوخة. الفلفل الأسود اللي عندي راح اضيفه اني. عصرة الليمون، ما راح اضيف ملح. ليش؟ ملح عندي موجود بالقرمشة، موجود كل موجود البصل، موجود الثوم، موجود الكزبرة، موجود الكمون، موجود كل العرق حار، الزنجبيل، كله موجود هنا. فما اريد اني شوية الفلفل الاسود، احب انه الفلفل الاسود يكون ملامس للروبيان بشكل مباشر، ينطيني طعم مختلف. لما تسوون الكمية اللي سووها بالطحين او القرمشة، ايش قد طلع وزنها؟ نقول طلع وزنها كيلو جرام مثلا، تقسموها كل كيلو طحين تذبوا له خاشوكتين او ثلاثة ملعقة طعام.
ثلاث ملاعق طعام على كيلو طحين، والباقي عندكم يكون عندكم ستاند باي خزين، واللي موجود عندكم هذا تخلوا له على كيلو طحين ملعقتين طعام او ثلاثه اذا حبيتوا وتشتغلون. ثواني اللي راح نشتغل هذا هسه الروبيان ما خليناهم بالطحين. ابدي اني دعك. موضوع الدعك مهم، مو دوس، دعك بهالشكل هذا. الشكل هذا بعدها بهالشكل، انه اني اضرب ضربتين اخليه بالمي البارد وارجع اخليه وين؟ هنا. اول مرحله ثبتت الطحين على الروبيان او على سويت الدجاج كذلك نفس الحاله. المرحله الثانيه اللي راح ندخلها هي قرمشه، هي الشكل النهائي اللي اريده ان يكون بالروبيان. ضربه بهالشكل ليش؟ دا انا اشوف الطحين، لو كان طحينه هوايه ما راح ياخذ المي عليه، راح يظل اشبه لكم اياها، ما راح ياخذ المي، يظل عندي كانه هذا الطحين بدا يظهر مره ثانيه. فاني دائما ايش اسوي؟ انفضه واخلي الطحين يكون وياه تلامس. هنا المرحله الثانيه هي مرحله الدعك. الدعك بهدوء. الدعك اريد احصل اني القرمشه الصحيحه اللي اريدها بالدجاج او الروبيان او كل شيء. تشوفون انه ادعك واذب طحين، ادعك واذب الطحين. شوفوا انه بدا يتقرمش عندي، هاي شويه بعد يحتاج لها. ندعك ادعك بيهم. انا شويه حذر لان نهايه هاي الزعنفه هنا اكو فد شيء انه يضرب الايد، فحذر جدا لما دا اخلط بيهم، مو مثل لما نزيلها من عنده. الشكل هذا راح تكون القرمشه. شوفوا شكله، اشيك الزيت اللي الشكل هذا راح تكون القرمشه. الشكل هذا راح تكون. اشيك الطحين اللي عندي، لو اني نزلت القرمشه اللي موجوده عندي بزيت بارد راح يخرب لي الشغل كله، هذا راح يعجن، ما راح. انا اريد صدمه قويه للروبيان ياخذ قراره يوقف القرمشه اللي عندي توقف، لان طحين ومي صار عليه زيت راح يتقلب فيكون صلب. انتظر الزيت يحمى عندي بشكل صحيح. ما استعجل عليه، اريد من يدخل الروبيان لما ينزل بالزيت اريده يلاقي الزيت حار، مو لا والله شويه بعد لا. تريدون شكل لازم تطبقون القواعد اللي ثابته عندنا بالتقلا. زائد هذا الطحين والمي الرطوبه اللي موجوده لو نزلت على زيت بارد راح تمص زيت هوايه، تاخذ الزيت الهوايه اللي عندي وراح يطلع الشكل مو حلو، مو اللون الذهبي اللي اريده. لكن لو لاقت زيت حار راح يكون لي فد ماده صلبه او جافه بعد ما يقدر يسحب الزيت بشكل اكبر. بعد ننتظره يكون حامي عندي، بينما يحمى عندي نجهز صوص التارتار. سي فود بايدي، روبيان بايدي، ارجع اعقم ايدي مره ثانيه، راح اشتغل بخضار، راح اشتغل تاكيد انه اني اكيد لازم تشكد ايدي بالسلاية الموجودة، دخل بشي من سائل الروبيان على ايدي، لازم اني انه اعقمها. يعني بين هلالين الوقاية خير من العلاج. السيفتي المهم بالاكل. الزمن الآن جاف الموضوع اللي عندي الشكل هذا،
الزيت حامي عندي، نشوف تأكيد. القرمش اللي عندي ها، قطع الروبيان اللي صارت عندي، الزيت عندي حار، شوفوا انه اخذ قراره الروبيان لما نزل بزيت حار، اخذ قراره صلب صار، كان قبل شويه عندي ماده طريه هسه اصبح صلب. شوفوا علي ركزي على هاي شوفوا شلون واقفه، نزل اخذ صدمه زيت قويه وقف بهالشكل هذا، انا اصبح عندي الموضوع مسيطر عليه انه راح يطلع مثل ما اريد، القرمشه ما راح تتخربط. نظف الميز ونسوي صوص التارتار اللي دائما احنا ننزله ويا البحري. صوص التارتار يشتغلوه على طريقتين، اكو طريقه يشتغلوه بيها انه يخلون المكونات من كابرز الى ثوم الى الطرشي لا طرشي، كلها راح تكون ممكن مضروبه خلاط وممكن اشتغلها بشكل كامل. تأكيد أني بانتظار اتصالاتكم وشنو اللي تريدون تسألون عنه، أنا حاضر موجود هنا لإيصال كل ما أمتلكه، وانطوني إياه من معلومات بالتأكيد على هاي الأرقام راح تصلون بيها وراح أجاوبكم كل اللي أقدر إن شاء الله أقول لكم إياه. هشتغلها كيوبس مكعبات ناعمة، يعني فد خيارتي مو أكثر، اشتغلها أول شي بالطول أم شاوان شلون؟ السلام عليكم. عليكم السلام، شلونك؟ شخبارك أبويا؟ صحتك؟ الله يسلمك، منور بشارك. يا ربي يخليك، منور بوجودكم أكيد. الله عليكم السلام، يا ربي يخليك. الله يسلمك، ان شاء الله يا ربي صحة وعافية، يا ربي النجاح النجاح. يا ربي بوجودكم، نجاحي هو ايصال المعلومة لكم بشكل صحيح، هذا اهم شيء بالدنيا عندي. الله يسلمك، بلا زحمة، بس سؤال واحد. امر. الكوبة الجريد. الو؟ كوبة الجريد. ايه؟ كوبة الجريد. نعم. ايه احط لها برغل، كم يعني نص كيلو مثلا، نص كيلو جريش، ايش قد احط لها برغل؟ انا لما اشتغلت 3 كوب برغل بكوب جريش. ممكن تخليهم 3 برغل اشتغلت بواحد جريش بس برغل ناعم، ممكن تشتغليهم انت نص بنص، وممكن انا راح اعيد لكم اياها لان صار هوايه اسئله عليها، اعيد لكم اياها وتامروني امر. ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله نجاح. يا ربي يخليك، الكادر كلهم يسلمون عليك. هذا الثوم المشوي عندي، ثوم مشوي ومخلل بالتاكيد. شكرا لاتصالك مشاوان، عفوا. الو السلام عليكم نور، شلونك؟ الحمد لله، شلونك كيف؟ شو اخبارك؟ الحمد لله. شيف اقدر اسالك سؤال؟ اكيد. شيف عندي الكيكه تخرب. السبت او لاحد راح اسوي الكيكه الاسفنجيه، راح تشوفوها الطريقه كل حذافيره ما راح تخرب عندكم بعد ابدا. نعم. من اسويها ان شاء الله على المباشر، المقادير تعرفوها انا منطيكم اياها، طريقه العمل قال لكم اياها، لكن اني راح اسويها لكم على المباشر وراح تشوفوها الطريقه وما تخرب عندكم ابدا بعد. في فان دعم نسويها وتخرب، والله تأمرين امر راح اسويها بعد ما تخرب، تشتغلين على طريقتي او الطريقه الصحيحه اللي نشتغل عليها احنا، ما راح تخرب 100% وتأمريني امر. وشكرا لاتصالك. هذا اللي موجود عندي المايونيز وعندي الخردل. الخردل
اضيف عليه الطرشي والثوم اللي موجود عندي، هذا عندي موجود عصرة النومي حامض مهمة جدا وياه، هذا اللي موجود عندي بالنسبة للتارتار، شوية الفلفل الأسود فرمين يسار، شوية ملح. السلام عليكم تمارا، شلونك؟ الحمد لله، شلونك أبويا؟ شو أخبارك؟ طول عمرك. والله منور الشاشة في دول قلبي. في دول عمرك، ربي يخليك يا رب. الله يسلمك إن شاء الله. شيف ممكن سؤال؟ أمر. بس الثومية واحدة شلون نسويها؟ صلصة ثوم مايونيز وثوم ما بيها كل مشكلة ولا بيها دوخة. صلصة ثوم. شوفي المايونيز لا تبدين تسويه بالبيت، 3 بيض على بطل زيت على شوية خردل على شوية خل أبيض، تخلين البيض بالخلاط يفتر وتديرين المايونيز كأنه خيط نازل لحد ما يخلص بطل الزيت، تكون عندك المايونيز بشكل اعتيادي. هاي انتهينا منها. بالضبط، تبرشين الثوم او تخليه اكو ناس تضيف نشا اكو ناس تضيف لبنه، هاي اجتهادات. صلصه الثوم هذا اللي موجود، ضيفي له شويه ثوم وانتهى الموضوع، صار ثوميه. بس دائما صلصه الثوم انه احنا ما نخليها تبات، الثوم لما يبات يضرب الطعم كله. فاسوي اللي اريده، اسوي على قدر يوم واحد او على قدر وجبه واحده اكله، والف عافيه ان شاء الله يا رب. الله يسلمك شيف وعافيه ايدك على هاي الطبخات الحلوه. على راسي تمارا. شغلي من يطلع برنامجك او شغلي وجه اقابلك. فدوى عيونك، شرف الي. الله يسلمك شيف، بارك الله فيك. شرف الي، الله يخليك ابويا انت. احمد شلونك؟ راح نضيف الكبرز. السلام عليكم. هلا شلونك؟ شلونك استاذ صحتك؟ شو اخبارك قلبي؟ انت الاستاذ، انا اخوك ومو استاذ، امرني. على راسي على راسي. سلم راسك ابويا. عندي طريقه البرياني، عندي زوجتي ما تعرف. نعم؟ طريقه البرياني، تسوي برياني وما تعرف. البرياني. انت توابل البرياني انا اعطيتكم اياها سابقا وهسه راح اعيد لك المقادير. ايه البرياني. عندك اي البرياني، عندك البطاطا البوتيتا المكعبات. والبازاليا والجزر ممكن تضيفه، ممكن تضيف الشعريه، اي شيء عجبك انت ممكن يضيفه، نوبات احنا نضيف البيض المسلوق ونقليه ونضيفه وياه. هذا اللي موجود عندك بالنسبه للبرياني، وحطلع لك البهارات، او الافضل لك انه تاخذ بهارات كامله وتخلطها ويا الرز وهاي الاضافات، اذا كان دجاج تسلق الدجاج وترتبه وتتبله وتضيفه وياه، واذا كان لحم فشوف شلون يعجبك تضيف اللحم، ممكن بالقاورمه، ممكن المسلوق، ممكن اي نوع ثاني. شكرا لاتصالك ابويا انت احمد. نشيك الطعم اللي عندي بالتارتار صوص. طبعا كلش طيب التيست اللي عندي. او هسه روبيان اللي عندي استوى، اصبح بهالشكل هذا. نلبس صفوفنا ونحضر نفسنا انه نعد الطبق طريقة حلوة. عديت اليوم هو الزيت، زيت الشبنت اللي عديته المرة السابقة، وممكن جرين بيس او جرين بيس بيور، او يعني البازاليا قلنا نجيب المجمد ما نجيب العلب لان لونها يكون اخضر طوخ. نضربها خلاط، شويه كريم وياه، شويه عصير نومي حامض، شويه فلفل ابيض وملح، وراح يكون عندي الصوص الجرين بيس بيور اللي دائما يستخدموه موجود ويا البحري. كلام انجليزي مترو. راح نشتغل عندنا المقادير اللي باقيه عندنا. نعيد المقادير بالتاكيد. هاي المقادير اللي موجوده عندي بالشاشه. موجوده عندي المقادير بالشاشه. المايو بالنسبة لصوص التارتار صوص أو الروبيان المقرمش اللي عندي.
راح نستخدم الفرشاة اللي جايبيها احنا دائما نشتغل بيها. صوص الشمندر. صوص الشمندر اللي عندي. الشكل هذا اني اضيفه هنا واستخدم انه الشكل الخط اللي عندي بدت اعدله. قلت لكم بالكلينسة تصفط ناخذ الزاوية اللي موجودة عندي وابدي اشيل الزيادة اللي ما اريدها. هنا ايش اريد؟ اريد اوسع شوية، اريد اوسع هنا شوية الشكل هذا. شوية اوسع بالشكل هذا. اوكي. شوية شطر اللي عندي. انطيني. هاج التوقف. كان واحد عندي بالشعب يضوج منها الزم شو اسمه واسوي هيك بالسبورة دائما. راح استخدم المانجا. راح استخدم المانجا شوية الجفوف راح اوخرها لان يراد دقة انه شلون اخلي الاشياء. راح استخدم الجزر البنفسجي اللي عندي. انا جيت صارت جاهزه مو؟ على عيني وراسي. يا هلا شرفني ابويا ويا مرحبا. هذا دخول ثاني مختلف كلش يعني. بعد ما تستوي الاكله على الحاضر نجي مو؟ بالله خلينا نشوف التفاصيل. نعم يدلعها للاكله. لازم. ايه. لازم عندي حستخدم عيدان البصل كذلك. عيدان البصل دائما انا استخدمها للتزيين. ترى هي مو بس انه انت تطبخ لازم طبخ طيب، اكو فن بالموضوع يعني. لازم ضروري جدا. ترغب المقابل بالاكله. ضروري جدا. اي. دائما اخذوا جانب البصله. داخل البصل بالنص بالبصل. أي. هذا يسوي لي يكون طري. اخذ جانب منه والجانب منه اقصهم. شو تسوي به؟ هذا الزينة؟ راح يكون عندي تقديم بهالشكل. احنا تقريبا ما بقى شيء على وقتنا يعني، فاحنا لازم يشتغل الابداعات مع السرعه. بالضبط. اها. راح يكون احسه معوز، صار ميكس من الالوان الاحمر والبرتقالي والاخضر. ثواني. خلي انا اسوي هاي الحركه. هاي ما اوكي. بين ما تختم انت اني ضايف اخر اضافه. يلا ولو احنا وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم يعني، فنشوف التفاصيل ونختم مع هاي الاكله الرائعه واكيد الوجبه الجميله واللذيذه. بالختام تخليني استعجل. أه. يا مخرج. هاي لمسات الختام. هنا راح يكون عندي اضافه زيت الشبنت اللي راح يكون عندي، واضيف شويه زيت الشبنت هنا. كملت؟ الشكل هذا ان شاء الله خلاص. ان شاء الله كنا موفقين بتقديم حلقتنا لهذا اليوم من برنامج يوم جديد، وان شاء الله نالت اعجابكم كل الفقرات اللي كانت ويانا. وصلنا لنهايه برنامجنا لهذا اليوم. اريد اخذها. وين؟ ما انا اريد اخلص. خلص صح وعافيه. اذا شكرا لكم ولمتابعتكم، انتظرونا وحلقات جديده. مع الف سلامه.